يعد فتحي مبروك نجم ومدرب الأهلي السابق واحدا من أبناء النادي الكبار وصاحب التاريخ الطويل داخل القلعة الحمراء، فهو العاشق والمحب لمارد الجزيرة التي قضى بين دروبها قرابة 61 عاما. ولد فتحي مبروك في 5 يوليو عام 1951، وقبل أن يكمل عامه 9 انضم للأهلي وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 71-72. تألق فتحي مبروك بصورة لافتة للنظر وحقق العديد من البطولات داخل القلعة الحمراء حتى اعتزل الكرة، ولكنه لم يغادر البساط الأخضر فاتجه للعمل في ضرب الأعصاب المحترقة كمدرب. ويكفي أنه كان مساعداً للراحل محمود الجوهري في قيادة منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وقت أن نزلت عدالة السماء على استاد باليرمو أمام هولندا، وقدم فيها أحفاد الفراعنة مستويات متميزة ورائعة. عمل فتحي مبروك مديراً لقطاع الناشئين بالأهلي عدة مرات ثقة في إمكانياته وخبراته الكبيرة، كما كان المنقذ حيث تم تعيينه أكثر من مرة مديراً فنياً للفريق الأول. فتحي مبروك الذي قضى في محراب الأهلي قرابة 61 عاماً يتحدث عن مستقبل الأهلي وذكرياته الرائعة في الأشبال.